ننتقل من عالم السياسة لعالم الصحة والطب مع محطتنا التالية. أكيد نور، رح نحكي مشاهدينا عن موضوع طبي شائع اليوم. كثير من النساء بيعانوا من اضطرابات نفسية وجسدية مزعجة، سواء كانت قبل أو أثناء الدورة الشهرية، إن كان مثل الصداع، مثل التعب، مثل التشنج، مثل آلام الصدر والاكتئاب. هي الأعراض بتختلف عند صبايا بمرحلة المراهقة أو السيدات مع التقدم بالعمر، لكن لازم ننتبه إنه هي الاضطرابات بالدورة الشهرية ممكن تكون مؤشر لمشكلة وبتحتاج لتدخل طبي. لنحكي أكثر مشاهدينا عن هذا الموضوع، بيسعدنا أنه يكون ضيفنا بالاستوديو الدكتور أكرم الأحمر، اختصاصي بالأمراض النسائية والتوليد ومعالجة العقم. يسعد صباحك دكتور. يا صباح الفل، يا هلا. أهلا وسهلا. يسعد صباحك. صباح يمكن عم نحكي عن موضوع مهم، ومهم كل الصبايا والسيدات اللي عم يتابعونا، ونوعا ما بيكون نحن في مجتمعاتنا العربية خجولين لما نتوجه للحديث عن هذا الموضوع. فخلينا نبلش من البدايه، يعني منذ سن البلوغ عند الفتاه في اضطرابات كثير بتصير فيها، وخصوصا الاضطرابات الهرمونيه. فخلينا نبلش من النقطه الاساسيه لما يكون هذا الاضطراب نقول سليم، هي سن البلوغ، وقتها بنوقف اذا كان في اضطرابات غير سليمه بنروح لمنحى اخر. سيدتي طبعا هذا الموضوع بيهم الكل. صحيح. اكيد. و يعني ما احنا بنقول انه النساء هي نص المجتمع، لا هو بيهم كل المجتمع بهالحاله هي. هلا نحن كانه عم نحكي عن شيء اسمه الدوره الشهريه واضطراباتها. طيب نحن خلينا نجي نفرقها القصه، بمعنى بمراحلها العمريه، وبعدين بنفرقها بالاعراض بالتفصيل. تماما تماما. فلذلك نحن بنقول البلوغ هو المقصود فيه ليس لحظه البلوغ، هو حادثة البلوغ يلي بتاخذ بروسيس، بتاخذ مسرى كامل، يعني يمتد عدة سنوات. نحن بنعرف اي انثى اي بنت هي لما بتكون ببطن امها عندها مبيضين فيهم بويضات، ولكن وطبعا ورحمة، بس بيكونوا غير مفعلين. تمام. طيب هلا لما بدنا نجي نوصل لقرب مرحلة البلوغ من عند 8 سنين 9 سنين بنبلش نشوف شيء اسمه علامات ثانوية، يلي هي شوي ظهور أشعار تحت الأبط بالعانة، شوي بداية نمو الأثداء عندها. هلأ هذا كله طبيعي لغاية ما تصير لحظة البلوغ. هلأ هون هي بدنا نوضحها، أنه لما بتشوف الدورة الشهرية لأول مرة، أوكي؟ هلأ هذا يستدعي، هذا يستدعي نظام جدا جدا دقيق ومعقد من عمل مختلف الغدد بالجسم، يلي هي أهم غدة نحن بنعرفها. هي موجودة غدة بالدماغ صغيرة كتير طبعا، اسمها الهايبوتالامس. هي الغدة جدا هامة، يعني بتجي بعدين على الغدة الثانية يلي هي معروفة لكل الناس، يلي هي دي الغدة النخامية يلي بدلش تفرز الهرمونات الـ FSH والـ LH يلي بيروحوا على المبيضين. طيب هون وقتها صار عنا البلوغ وشافت الدورة الشهرية، خليني ارجع اتذكر انه هو قلنا مثل ما قلنا اكسس متكامل او خط انتاج متكامل مع بعضه. هلا الخط الانتاج ليتوالف مع بعضه قد يحتاج سنه ونص لسنتين. هون وقتها بنقول اذا اجت البنت او عم تشكي لامها وامها خايفه انه صار عندها البلوغ، بس يا دكتور شهرين ثلاثه كل مره لتجي الدوره، بنقول لها هذا هيك طبيعي، لا تخافي منه اول سنه ونص سنتين بعد البلوغ لما ظهور الدوره الشهريه للمره الاولى. هلا خلينا نوضح شغله اذا سمحتي. الدوره الشهريه عند الغالبيه المتعارف عليها انه هي كل 28 يوم. تمام. طيب لنكون بقى دقيقين اكثر مشان الناس تميز انه نحن نصنف ضمن خانة المريضات يلي عندهم اضطراب دورة شهرية ولا لا ما عندهم اضطراب دورة شهرية. قلنا كل 28 يوم ناقص اسبوع زائد اسبوع، هذا كله دورة شهرية طبيعية. يعني هلا لو جاي لعنا بنوتي على الاستوديو لهون عم تقول انه انا كل 21 يوم تجيني الدورة، كل 21 يوم مو كل 28 او كل شهر، عفوا من الا طبيعي. ويلي جاي وحدة تانية عم تقول لنا كل 35 يوم تجيني الدورة الشهرية، نقول لها كمان هذا طبيعي ما تخافي منه. بس امتى، لاحظ الارقام اللي ذكرناها هون، امتى نحن بنفكر انه في عنا اضطراب بالدوره الشهريه؟ البنت اللي متعوده فرضا كل 25 كل 28 يوم صارت تجيها على 20 يوم 21 يوم مرتين ثلاثه وترجع على 28، هذا بنقول اضطراب، وهذا غالبا بيكون بسيط. بس تلاقيها هي بصير في عندها قلق انه ليش هيك صار معي. اذا
كل 28 يوم الغالبية ناقص أسبوع زائد أسبوع كل وحدة بتجيها الدورة بهالفترة هي. بنرجع بنقول بين ال 21 لل 35 يوم فهي دورة شهرية طبيعية. طيب اجت الدورة الشهرية وانتظمت، نوصل بقى للشريحة العمرية انه بعد ان شاء الله تكون اتزوجت وحملت بلا بلا بلا، نوصل بقى للشريحة العمرية خلينا نقول 39 40 41، ممكن بقى تبلش تضطرب عند الدورة الشهرية. هي ممكن نقول انه نحن بلشنا نفوت مثل ما قلنا عنا حادثة البلوغ اللي هي بدها بروسيس كذا سنة، هون ممكن عم نفوت بقى بحادثة تانية اللي هي بداية المينوبوز او سن انقطاع اليأس او سن الكفاءة سن الخبرة اللي هو نحن هون كمان بلشت كمان تخربت دورتها. بتقلك دكتور صارت تخف علي الدورة، بتجيني كل شهرين شهر ونص، بعدين بتجيني مرة، لما بنفحصها ونشوفها ما بنلاقي في سبب عضوي معناته هي كمان طبيعية لأنه اجت للشريحة العمرية الطرف المقابل لها. فلذلك هون كتير مهم انه هلأ بس بالتفاصيل انه نعرف نحنا امتى نصنف هالحالة هي انه ضمن اطار الطبيعي او ضمن اضطراب. تمام دكتور، خلينا نوضح اكثر الاسباب او العوارض او العلامات اللي ممكن تدل على وجود اضطرابات بالدوره الشهريه. يعني بنعرف كثير من الصبايا ما بيعرفوا انه عندهم مشاكل غير لحتى يروحوا يعملوا فحص ايكو، فخلينا قبل ما نوضح اهميه اللجوء للدكتور والفحص المبكر خلينا نوضح الاسباب. طيب سيدتي ليكي، لنقول نحن في اسباب هنقول هيك نحطهم بخانتين رئيسيتين. فينا نقول في سبب عضوي وفي اسباب غير عضويه. هلا الاسباب غير عضويه يعني ما في سبب مرضي بالاحرى. الاسباب غير عضويه غير مرضيه ممكن تكون وراثي دكتور؟ على حسب انه كيف مبرمجه مورثيا. اي نعم ممكن كثير تكون انه كيف امها وخالاتها امتى اجاهم حادث البلوغ وامتى صار عندهم مينوبوز او قطاع سن الياس، اي ممكن هي تكون قريبة لإلهم كتير. سؤالك دقيق سيدتي. طيب هلأ لما منقول نحنا أنه سبب عضوي يعني مرضي وأسباب غير عضوية، بمعنى أسباب غير عضوية ما في سبب مرضي، قد تكون سبب موسمي. بمعنى هلأ نحنا جاينا فحوصات البكالوريا والجامعة وهيك، فمنشوفها كتير. وحقول شغلة يعني الحقيقة هي فني من جهة، ولكن لا هي طبعا كانت راضة جدا لألنا انه نحن مثلا من بعد الزلزال بست شباط الزلزال المدمر ان شاء الله بينذكر وما بينعاد المرق على البلد، منقول انه نحن كثير 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 عانينا من قصه اضطراب الدوره الشهريه. لانه العامل النفسي بيلعب دور كثير كبير جدا. هذا يعني هو لما منقول سيدتي انه ما في مرض عضوي، ما في شيء مرضي حقيقي، منقول هون التوتر الشديد اللي صار. منلاقي مشان يعني يكون دقيق بكلامي مثلا من بعد حادث الزلزال شفنا كثير اضطرابات بالدوره الشهريه، ولكن لحسن الحظ اغلبها ما ترافق بشيء عضوي مثلا كيسه كبيره على المبيض او 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 لا لا، لقينا فقط انه خربط التوازن الهرموني عندهم نتيجه التوتر النفسي الشديد. صحيح. عانينا منه كثير. هلا مثلا جايين على هذا الموسم الامتحانات وهيك، هلا في عامل مهم ثاني اللي هلا عم نشوفه كثير ببلدنا، طبعا من اهتمام البنت ببلدنا السوريه بصحتها وجمالها وهذا حقها. اوكي، يلي هو انه لما عم تتبع السبورت رياضه او شديده كثير لتنزل وزنها عندها مناسبه، ولا جايين بالصيف هلا بنشوفها كثير عنده مناسبات وخطبه واعراس وسباحه وهيك، بالاضافه لحميه غذائيه احيانا تكون خاصه، حميه غذائيه اللي بتكون غير مضبوطه وخاصه. صحيح. اذا كانت شديده الحميه الغذائيه انه بدها تنزل وزنها 7-8 كيلو بهذا الشهر، بتلاقي ممكن يصير عندها اضطراب دوره الشهريه. وباي ذا واي بالمناسبه بدي اقول يعني معلومه انه لما بنشوف الفرق الرياضيه بكل دول العالم السباحه والجمباز بلا 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 هيك، لما يكونوا عاملين معسكر تدريبي اللي هو معسكر تدريبي منضبط بالشده بالحميه تبعيته بالرياضه وبالمواعيد والتمارين و بنلاقي هدول انه اغلبهم بصير عندهم اضطراب شهري دوره شهريه واغلبهم بمعنى انه ما بيشوفوا هي الفتره اللي بيكونوا فيها بهذا المعسكر. فلذلك بنقول لهم انه يلي بدها تتبع حميه لا تكون تحت اشراف طبيب. ونصيحه انه نزلوا وزنكم، اللي بدها تنزل وزنها سواء بسبب تجميلي او سبب طبي ضروري، انه تنزله شوي بشوي. اولا مشان تحافظ على جسمها، على جلدها، على الكولاجين، على مزاجها، على دورتها الشهريه. يعني لما بتقطع الدوره بسبب احد الاسباب اللي ذكرناها، على الاقل في منهم بتحتبس سوائل كليين ثلاثه، بتفكر حالها انه هي ما نزل وزنها،
اما هي بس لانه محبسه سوائل تمام. هي من الاسباب. عفوا سيدتي. لا كمل دكتور بس قبل ما نتوسع اكثر. بنعرف كثير عوامل بتاثر منا، العوامل العضويه قلنا هرموني او العوامل النفسيه، بس في نقطه كثير مهمه نحن اذا بنقول دول المتوسط سابقا ما كنا نشوف سن البلوغ بسن مبكرة جدا. نعم. لهيك نعم. انا اشرت للعوامل لانه العوامل المناخية حتى طبيعة الحياة الغذاء كلياتها بتلعب دور. يعني سابقا كنا شفنا سن البلوغ بدنا نشوفه ب 13-14، اليوم عم نشوف باعمار جدا صغيرة 8-9. فهي قديش بيأثر؟ هلا هي كترت عنا هون بسبب البوليوشن. انا برأيي التلوث الهرموني الشديد يلي موجود يعني خليني اقول بكثير نواحي، خاصة الفاست فود يلي نحن عم نتناوله بكثره. ثانيا العوامل المناخيه بتلعب كثير دور. الدليل على هذا الكلام انه البنات بافريكا بافريقيا انه ممكن يبلغوا على 8 سنين 9 سنين على 10 سنين بتجي حامل. كنا نشوفها بالبلاد الافريقيه لانه بنعرف طبيعه المناخ الحاده. اما بالدول البارده مثل اسكندنافيا بتروح معهم ل 16 سنه ليصير حادث البلوغ عندهم. اوكي فهذا بيلعب دور كثير 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 مهم. هلا إذا بدنا نرجع سيدتي للشيء اللي ذكرناه أنه سبب عضوي بقى مرضي، هون نجي منفكر وقتها أول شيء بعمل المحور الغدي اللي ذكرناه. مثل ما قلنا الهايبوتالاموس، غدة الهايبوتالاموس، بعدين الغدة النخامية، الغدة الدرقية والمبيضين. فمنلاقي هون خلل عضوي يجب التداخل عليه. بمعنى البنت كتير بتفرق لما ما صار عندها بلوغ، وصلت ل 16-17 وما بلغت، هذا بنسميه قصور او عدم بلوغ اولي يعني ما صار بلوغ، او بلغت اجت الدوره سنه سنتين وبلشت بقى تقطع عند الدوره، هون صار قصور ثانوي بنسميه. طبعا هون باختلاف وين المشكله باي غده موجوده. طيب بنلاقي مثلا الغده الدرقيه في كثير اوقات حالات الهايبر او الهايبو يعني فرط نشاط او نقص نشاط الغده الدرقيه كثير بتاثر على الدوره الشهريه. في هرمون كتير أنا وياكم بنحبه ومنتفق عليه اللي هو هرمون البرولاكتين يلي هو هرمون الحليب يلي جدا جدا أساسي لعمل هالقصة. يعني ياما بيجينا بنات أو سيدات بخربطة دورتهم أو قاطعتهم الدورة. نسأل السؤال أنه عم شوفي شيء عم يطلع من حلمات الثدي، ما سائل أصفر أبيض شوي أو قشرة خفيفة، لك لا دكتور ما عم شوف، إلا لازم نعمل فحص هرمون. لك دكتور ما عم شوف، ما في داعي اعمل فحص الهرمون. نفحص الهرمون نلاقيه عالي، مجرد تعطي توطي مستوى الهرمون برولاكتين وشوطه بسيطه بدواء بسيط تنزلي مستوى الهرمون شوي ما شوفي غير اجت الدوره. طيب هلا بقى من اسباب العضويه الثانيه الهامه جدا واللي منتشر بكثره وحكينا عنه انا وياكم قبل هالمره يلي هو ومنتشر بشدة. بعض الدراسات بتقول انه هو واحدة من كل اربع بنات. انا برأيي لا، النسبة اعلى، اثنين من كل اربع بنات عندهم اياه على الاقل، اللي هو البي سي او مبيض متعدد الاكياس او البوليسيستيك اوفري سيندروم. هذا موجود وهلا عم نشوفه بكثرة. هلا هو هذا مشان نوضح نحن انه في سبب عضوي مرضي، الحقيقة هو ما هو مرض اوكي، ولكن بنقول سوء ترتيب وظيفي بعمل هالمحور الغدي كلياته عم يؤدي انه المبيض بدل ما يطلع بويضه بمنتصف كل شهر مثل ما هلا بجوز زمان وقت نوضح كيف الدوره الشهريه يطلع بويضه، بصير بيطلع كيسه صغيره وهالكيسات بتتجمع داير مدور المبيض من جوا. بمعنى لو عم بتشوف دوره ولكن غالبا هي الدورات الشهريه لا اباضيه، بمعنى ما فيها إباضة، لأنه ما فيها إباضة. وهلأ بدي أوضح ليش ممكن يصير في عندهم اضطراب دورة الشهرية. تمام. هلأ إذا بدي أقول شغلين نحن أنه ودائما نحن ننتبه بحساباتنا الدورة الشهرية اعتمادنا على اليوم الأول وليس إمتى انتهت الدورة الشهرية. اليوم الأول بالدورة الشهرية هو الأساس. طيب نحن إذا قلنا هلأ اجت بنت اليوم الأول بالدورة الشهرية، الغدة النخامية عم تفرز بعد ما أجاها الأمر من الهايبوتالاموس، عم تفرز الغدة النخامية الـ FSH والـ LH يلي عم يروحوا عن طريق الدوران للمبيضين. الـ FSH شغال عم يخلي جريب إباضي ينضج بيكون 3-4 ميلي، بصير بكبر 7-8 لغاية ما نوصل ليوم الإباضة يلي هو غالبا بيكون يوم 14، بيكون صار جريب الإباضي بين 18-22 ميلي متر. هون بهالحالة الغدة النخامية بنرجع بنقول بتعمل نبضة عالية بهرمون الـ LH، نبضة قوية كتير بتأدي انه هالبويضة هاي الجريب هذا بيطق
وبتطلع البويضة منه، بتتلقفها أهداب البوقين وبتروح بتتدحرج بالبوق. إن كان في نطفة لاقتها بتلقحها وتصير بويضة ملقحة وبتروح على الرحم لتعشش. إن ما كان في بتكمل هاي البويضة يلي ما تلقحت بتكمل وبتروح على الرحم. طيب لما طلعت البويضة من هذا الجريب الإباضي، هذا الجريب بنسميه جسم أصفر، وياما كتير يعني بصير فيه أخطاء إنه بتشوفوا البنت بتروح تفحص على الإيكو عند أحد الزملاء أو الزميلات، بيشوفوا جريب قطره حوالي 22-23 ميلي، بيفكروه كيسة. لا لا، هو هذا الجريب اللي كان فيه البويضة لما طقت البويضة ضل هو موجود مجعلك شوي مثل البالون المنفس بنسميه، وهو بصير بيعطي هرمون جدا هام يلي هو البروجستيرون، مشان بغرض انه اذا تلقحت البويضه يغذيها لهالبويضه او لهالحمل البدائي لمده حوالي 3 شهور. اذا ما تلقحت تنفطم بطانه الرحم عن افرازه لهذا الجسم الاصفر من البروجستيرون. لما تنفطم بشكل مفاجئ عنه بتقوم بتشوف دم الدوره الشهريه القادمه. هيك تسلسله. فمن نرجع للموضوع انه البي سي او مبيض متعدد الاكياس هو من اشياء الاسباب. في بقى تجي عندنا أكياس المبيض اللي هي كيسة مبيض 6-5-4 سنتي كمان طعم، بس هذا موضوع مختلف تماماً عن البي سي او. تمام دكتور، بدي أسألك في فرق اليوم بين اضطراب الدورة الشهرية وعسر الطمس؟ أها هون اضطراب الدورة الشهرية نحن إذا بنحكي عن اضطرابها هو بالمواعيد والمدة تبعيتها، أما هديك الأعراض تبعيتها سيدتي اللي هو اللي هي عسرة الطمس هو من الأعراض يلي ممكن وحدة دورتها منتظمة يعني ما في اضطراب دورة شهرية، ولكن أعراضها شديدة، وأهم عسرة الطمس الشديدة يلي ممكن نشوفها بالبي سي او تكيس المبايض حكينا عنه، أو ببعض أنواع كيسات المبيض خاصة كيسات الاندوميتريوزيز أو بطانة الرحم الهاجرة. هي صارت الأعراض الشديدة عسرة الطمس. طبعا هي لابد من علاجها لأنه صحيح حرام نتركها. وقتنا خلص بس عم نحاول يمكن نستغله لآخر لحظة سريعا. نحن بنعرف يعني النساء بمجتمعاتنا للأسف ما عندهم هي الثقافة الذهاب إلى الطبيب بشكل كبير، بتلاقيها بس المرأة بدها يعني تتزوج أو بهي المرحلة بتلاقيها بتتجه لدكتور النسائية. أهمية اليوم المراجعة الطبيب النسائية بشكل دوري منذ سن البلوغ لا يعني أجل غير مسمى، هي مسؤوليتنا ومسؤوليتكم سيدتي. ولحسن الحظ صرنا عم نلاقي كثير في انفتاح بهالقصة بعد ما كان الموضوع تابو. فلذلك أنا برأيي هذا المواضيع وهي الحلقة أنا وحضرتكم هلأ هي موجهة أكثر ما هي للبنات، هي موجهة لأمهاتهم. فأنا برأيي أول ما بصير حادثة البلوغ بهالعمر المناسب هذا فورا تتوجه ليصير في إلى فايل عند دكتورة ليعرف يتابعها بعدين بمختلف مراحل حياتها، تتزوج وتحمل وصير عندها السنياس وكل شيء. هذا ضروري جدا جدا صحيح. وهي مسؤوليتنا سيدتي. أكيد. بالمناسبة عم تقولي لي إنه الوقت ضيق، أنا كثير مستمتع معكم ومع مشاهدينا لدرجة ما حسيت إنه الوقت انتهى. شكرا لك. نشكرك كثير دكتور أكرم الأحمر اختصاصي بالأمراض النسائية والتوليد ومعالجة العقم. شكرا لك دكتور. صباحكم. شكرا لك.